عملنا كل المحاولات مفيش فايده. يعني ايه الباقي في حياتكم؟ لا انت كذاب، انا ابني عمل عمليه وخف يعني هيعيش. من فضلك يا استاذ، دي اعمار ملناش فيها اختيار. يعني ايه ما قدرتوش تعملوا له اي حاجه؟ انا هوديكوا في 60 داهيه. يا استاذ لو سمحت، ابنكم جالنا تعبان، درجه حرارته عاليه وعنده تليف في المخ، كل التحاليل والاشعه اثبتت كده. باقي في حياتكم؟ لا لا ابني، لا خدته مني يا رب، كان بقى كويس، كان بقى كويس. لا ليه خدتني في ابني ليه؟ معاقبتنيش انا ليه؟ معاقبتنيش انا وسبته هو ليه؟ معاقبتنيش انا وسبته ليه؟ خاطري ده مقدر ومكتوب يا حبيبتي، كان خلاص كان خف، كان خف وبقى كويس. انا ما صدقت، ما صدقت اخده في حضني من تاني. عمر راح، راح راح ومش هيرجع تاني. طب ليه؟ حرام كده يا هدى، ده امر ربنا. بس تعالي تعالي معايا، تعالي قومي ارتاحي، تعالي تعالي. يا رب ارحمني وخدني بقى، وخدني بباب ارحمني. هدى عصابها تعبانه قوي يا ماما. مسكينه يا بنتي، الله يكون في عونها. انا غالي قوي يا حبيبتي، ربنا يصبرها ويصبرنا كلنا. المرحوم كان غالي عليا قوي. مش مصدقه، عمر روح؟ ده مولود على ايديا. الاعمار بيد الله يا حبيبتي، مفيش لا كبير ولا صغير على ربنا، وكلنا رايحين، وسبحان من له الدوام. انا لله وانا اليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فدي نفسك بقى يا سماح، مش كده أمال يا حبيبتي؟ مش قادرة، مش قادرة يا مختار. لو هدى شافتك هتنهار أكتر ما هي منهارة. وصل الدنا خالي، الله يكون في عونها، الله يكون في عونها. ده انا اللي ما شفتوش غير كام مره، قلبي انفطر عليه، امال هي تعمل ايه؟ ده قضاء الله يا حبيبتي، واحنا ناس مؤمنه ما ينفعش نعترض. اللهم لا اعتراض، اللهم لا اعتراض.